تظل والله بتحس اطمئنين راحة انه عم تعمل شيء عم تقدم شيء مو والله بيركع الزيق وعم بستنى شو عم بستنى عرفت شلون هي الفكرة انه والله احسن ما اني بيرك انا وفي ناس بحاجتي انا اساعدهم ليش ما انا اساعد يعني انا ولا غيري مو احسن ما واحد يهرب لا ما بصير هريبي هو الضمير بحركك يعني اذا ما في ضمير والله بقول يلا بعدين هلا نحن اول ما بيجينا المريض فورا بنلبيه بنقوم الى عمله ايش بده ضمير فورا ضمده بنصرفه على البيت ما بيقدر يجي يمرون عنده على البيت نحن بنساعده على هي هون النقطه المفصليه اللي كل واحد عامل له باب رزق برا عمله نحن ما بنجبر الواحد انه والله انت مجبور انه من الساعه كذا للساعه كذا لا عنده عمل يروح على عمله ما عندنا مشكله هو اسمه التطوعي عنده فرصه انا بحل محل اذا ما بيقدروا انا بحل محله مين من كان مثلا عرفت شلون الا بالاختصاص لا الاختصاص بخليه لصاحب الاختصاص عرفت شلون وما فورا اي واحد من لبيه من دق له تليفون تاع عندك كذا بيجي الزلمه ما بيقول لا ما بيتاخر ايوه الحمد لله رب العالمين بالتفاهم كل واحد ياخذ دوره كل واحد بيقوم بعمله ما بيصير خلاف ما بيصير اي اشكال بنحله فورا اي هذا نقص من عوضه عرفت شلون من جهد اهل الخير يعني والناس اللي نقصدهم ما بيقصروا معنا مين من كانوا يكون والله من فضل الله يعني الحمد لله الناس هي اللي بتعرف قديش نحن نقدم لهم خدمات يعني عندها مثلا صيدليه من فضل الله عندها تصوير الاشعه عندك تخطيط السمع عندك بنك الدم اضافه للاسعافات الاوليه اللي بنقدر نشتغلها نحن اللي ما بنقدر نشتغلها بنحولها على الدكاتره الاضافه عندنا تحويل لدكاتره خاصين في العيادات عندهم عندك دكاتره نسائيه تنتين مخبر الاضافه ل شو اسمه عظميه وداخليه وجراحه هالامور هي عم نسقي مع الدكاتره اللي قلبهم فيه خير يعني بقول لك خيو انا مستعد اقبل منك ناس ايش تحول لي انا مستعد اقبل منك ونحن على الاساس بنشتغل بنكتب له ورقه من الميداني مجانا طبعا لاي دكتور متعاملين معه المشفى الميداني هو خدم اهل البلد كثير عرفت شلون اهل البلد ما بيقدروا يشتغلوا عنه على فكره ولذلك قديش من صار مشافي له لمستوه مشفى الميداني لاني عم اقدم لهم من الخدمات اللي ذكرت لك سابقا عرفت كيف ولذلك اي عمل مين من اجي لهون بعمله تطوعي نحن ما عندنا مشكله معه اهلا وسهلا فيه مين من كانه يكون